بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي احنا في قسم الأواني المنزلية، فعلى كيفك اللي في سلمان الفارسي حي النهضة قصاد سوبر ماركت التميم. احنا في قسم الأدوات المنزلية أو والأواني المنزلية. أول حاجة هنا في عرض على الحفاظات، حفاظات الطعام اللي هي تحتفظ بالسخونة. هنا ثلاث حفاظات بلاستيك ماركة السيف، ثلاث قطع ب55 ريال من 68 ريال الشكل ده. يجي لك الحجم الأكبر شوية، كان ب125 دلوقتي ب95 ريال. هنا الاستلس، الحفاظات الاستلس، أول واحد ده كان ب85 دلوقتي ب69 ريال، والأكبر شوية اللي بعده أهي الأكبر شوية كان ب158 ريال دلوقتي ب125 ريال. عرض كويس أهو الشكل ده، واللي ب69 الشكل ده اللي هم أهو دول الصغيرين، واللي بعدهم الكبار الاكبر قوي اهم. هجيبهم ازاي؟ في المقاس الاكبر قوي 148 ريال من 185 ريال. هنا قسم الحلل، الطقم ده سيراميك اهو، الطقم ده 4 حلل سيراميك اهو، حلة كبيرة وحلة متوسطة وحلة متوسطة وحلة اصغر شوية، 4 حلل والغطاء ازاز. شوف العرض بتاعه، كانوا ب429 دلوقتي ب258 ريال. عرضهم كويس. سمورهم لكم ثواني. اي الغطاء ازاز والحله اهي من جوه سيراميك. اي الماركه بتاعتها. من جوه عرض كويس بصراحة. هنا الشكل ده برضو كان ب378 ريال دلوقتي ب248 ريال. كم قطعة؟ 12 قطعة. ايه 12 قطعة. دي اصغر حلة فيهم، كيوت اوي صغيرة. كم حلة؟ يجيلك الطقم ده. الله ده ايه ده؟ غطاه محكمة الغلق كويس. الطقم ده تريست 138 ريال من 225 ريال، و10 قطع اهو الشكل اهو ده شكله. والطقم ده 4 حلال بالغطا كان ب235 دلوقتي ب158 ريال، 4 حلل. الحلة بالغطا ايه تقيلة والله، تقيلة وما شاء الله تريست
طبعا ماركة تريست دي جميلة، يعني تيفال من جوه وتقيلة، حلوة والله. الطقم ده 8 قطع، 3 حلل، ايه دي الحلل، دي الحلل ايه برضو تريست، ايه شكل الحلة ايه. كان ب185، دلوقتي ب98 ريال، 3 حلل اهو الشكل بعض، يعني جنب بعض اهو، الطقم هو كله جنب بعضه. التلات حلل 98 ريال العرض بتاعهم، 98 ريال. نخش بقى على الستلس، طبعا كركماز لا يعلى عليه، الكركماز لا يعلى عليه. الطقم ده طقم الاستانلس ده 9 قطع، انا جايبه فوق بالظبط ب335 ريال. كركماز لا يعلى عليه وتقيل جدا، الغطا تقيل، الحلة اتقل، حلة تقيلة جدا شكله. كركماز بصراحة لا يعلى عليه في الاستانلس. دي كانت جولة في قسم الاواني المنزلية، الحلل الجرانيت والسيراميك والتيفال والاستانلس. فعلى كيفك، اشتركوا في القناة يا جماعة وفعلوا زر الجرس وحطوا لي لايك وشجعوني، ربنا يجزيكم بكل خير وشكرا.